انت شاركت في باوربوينت على يعني بعض من هذه الاكتشافات، فأنا بحب أترك لك المجال أنك أنت يعني تتحدث، ومن فترة لفترة ممكن أسألك أنك توضح شيء معين. فبعطيك الفرصة أخ مكرم أنك أنت تبتدي تشاركنا في هذا الموضوع. أشكرك. أنا عم بتحدث في الشرائح الموجودة على اللي مكتوب عليها المقدمة، وهي حكيت عن بعض الأشياء عن النقاد والباحثين، ولكن واحدة من النقاط المهمة نحكي عنها إنه كيف رح نشوف في كثير قصور ملوك ومواقع لقينا أمور ترتبط بأحداث الكتاب المقدس، وهي الأشياء يعني الاكتشافات كشفت أشياء جديدة، وللأسف أكاديميا كان في يعني عدة نظريات يعني اللي تعارض أو تشكك في مصداقية العهد القديم بالذات، ولكن اليوم المصداقية التاريخية صار في إلها قوة أكبر بكثير من كيف إحنا كنا قبل، يعني كيف كان الوضع قبل 40 أو 50 سنة. إحنا طبعا يعني إيماننا لا يتوقف على الحفريات هاي، إحنا إيماننا في الرب يسوع واضح وثابت، ولكن للمتشككين عم نكشف هون قدامهم في هاي الحلقات فكرة اللي هي يعني بنسميها الدلائل الخارجية. مثلا في بعض النقاد كثير وأحيانا لأهداف سياسية أو دينية كانوا يشككوا بوجود حتى وجود مملكتين معروفين عندنا في الكتاب المقدس، إسرائيل ويهودا، فكانوا يقولوا مش بس المملكتين هدول مش موجودات، كمان الشخصيات المهمة فيها مثل داود وسليمان وأخاب الملوك البارزين فيها كمان شخصيات أسطورية اخترعوها ويعني عملوا تاريخ يعني مزعوم هيك هن خلقوا. لكن لما منروح للحفريات منلاقي حتى إنه مش بس بيثبت وجود هاي المملكتين وغيرها، وإنما منقدر نعرف كمان الحد التاريخي. يعني مثلا في حفريات في مدينتين مشهورات، أثار يعني لمدينتين مشهورات، واحدة اسمها لخيش وواحدة كانت اسمها خربة قيافة، لقوا طبقات استيطان من القرن العاشر قبل الميلاد. طبقات استيطان بيميزوها حسب القرون المختلفة، حسب إلها أسماء مختلفة في علم الآثار، لكن بيفحصوا فيها بكربون 14 وبعدة فحوصات تانية. الإشي الغريب إنه هون لقوا هون نفسهم اللي بيشككوا إنه في القرن العاشر قبل الميلاد اللي هو يعني بيجي على وقت الملك داود في استيطان وفي عمارة وفي إدارة وفي كتابة ورح نشوفها لقدام، وهاي كانت بالفعل ضربة قاضية للنظريات اللي اجت يعني حطت اكس شطبت على كل الامور اللي كانه هذا الكتاب المقدس هذا يعني سيبكم منه. لا لقوا في قالوا ما فيش كتابي، لقوا في كتاب، قالوا ما فيش مدن محصنه، لقوا مدن محصنه، قالوا ما فيش مراكز اداريه اللي يعني هي بتفرجي انه في مملكه كبيره وعم بتدير شؤونها، نعم لقوا مراكز اداريه واضحه بشكل كثير كبير.